يا سيدي يسوع المسيح، ها أنا منطرح على قدميك أطلب منك غفران ذنوبي التي أبكي عليها متوجعا، لأني بها أهنتك أنت الصلاح غير المتناهي، وأقصد أن لا أعود إليها أبدا، وأن أحبك فوق كل شيء، وتعويضا عن ديون لعدلك الإلهي هذه الصلاة، متحدا بالروح بمسيرك المؤلم في طريق الجلجل. تقبل مني هذه الصلاة واشملني وجميع النفوس المطهرية المتألمة غفرانك الإلهي. آمين. كانت الأم الكئيبة وابنها عال صليبا، قربه تبدي الناحي، أيتها المرحلة الأولى، نتأمل يسوع يحكم عليه بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. Thank you.
أمامك
ارحمنا يا رب، ارحمنا يا لآلام جسيمة ولأحزان أليمة، كبدت أم الحبيب أيتها الأم القديسة، اجعلي جرحات و المرحلة الثالثة. نتأمل يسوع يقع تحت الصليب للمرة الأولى. نسجد لك أيها المسيح ونمجده، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ارحم رأفتك، أمحو مآثمي يا الله، ارحمني يا الله. اغسل كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني، لأن وحدك خطئت والشر قدامك صنعت، لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا وروحك القدوس لا تنزعه مني، لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، نجني من الدماء، نجني من الدماء. يليق المجد يا الله،
المرحلة الرابعة، نتأمل يسوع يلتقي بأمه الحزينة. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ابنها الرزق المشير.
المرحلة الخامسة نتأمل سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونمجده لأنك بصليبك المقدس خلصتنا. قمنا يا رب ارحمنا شهدت تلك الحزينة بكرها القاملون المرحلة السادسة نتأمل القديسة فيرونيكا تمسح وجه يسوع بمنديل. نسجد لك أيها المسيح ونمجده لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا أيها الرأس
ارحمنا يا رب، ارحمنا أشركيني أم ربي في أسى يجعل قلبي يذرف الدمع الصبي. أيتها الأم القديسة اجعلي جرحات وحيدك في قلبي المرحلة السابعة، نتأمل يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثانية. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. حيث سال المعجزة
تضريمي نار الوداد لإلهي في فؤادي كيف لا مجد الصليب المرحلة الثامنة نتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم. نسجد لك أيها المسيح ونمجده لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كل مجيد
المرحلة التاسعة نتأمل يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثالثة. نسجد لك أيها المسيح ونمجده لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ارحمنا يا رب، ارحمنا أشركيني في مصابي واكتئاب وعذابي. المرحلة العاشرة نتأمل يسوع يعرى من ثيابه ويسقى خلا ومرا. نسجد لك أيها المسيح ونمجده لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم.
المرحلة الحادية عشرة، نتأمل يسوع يسمر على الصليب. نجد لك أيها المسيح ونمجده، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. Thank you.
ارحمنا يا رب، ارحمنا، ليت لي معك نصيبا في الأسى أقصي نحيبا واقفا جنبا المرحلة الثانية عشرة، نتأمل يسوع يموت على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. الأرض على المياه
نسجد لآلامك أيها المسيح، نسجد لآلامك أيها المسيح، نسجد لآلامك أيها المسيح، فأرنا ارحمنا يا رب، ارحمنا وليكن موت الحبيب وجراحة الصليب أيتها الأم القديسة، اجعلي جرحات وحيدك في قلبي منطبعة. المرحلة الثالثة عشرة، نتأمل يسوع ينزل عن الصليب ويسلم لأمه. نسجد لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أنا فليكن موت
ارحمنا يا رب، ارحمنا بهواه أوثقني بدماه أسكرني لي المرحلة الرابعة عشر، نتأمل يسوع يوضع في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونمجده، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نعظمك
ارحمنا يا المسيح قد قام حقا من بين الأموات وبموته داس الموت ووهب لنا الحياة لنصلي أيها الإله القدير الأزلي يا من شاء ابن أن يتحمل ألم الصليب ويعاني الموت فداء لنفوسنا هب لنا بحق صليبه المقدس نعمة التوبة الصادقة عن خطايانا فنقتدي بصبره في شدائد هذه الحياة ونحظى منذ الآن بنصيب أوفر من ثمار قيامته لنمارس حياة مسيحية جديدة بالمسيح ربنا آمين. منصلي أبانا والسلام والمجد عن نية قداسة الحبر الأعظم ونيات الكنيسة الجامعة لنيل الغفرانات أبانا الذي في السماوات السلام عليك يا مريم الرب معكم ومع روحك أيضا نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما وذكر آلامه المقدسة وقوتها تستقر في قلوبكم ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع أعدائكم باسم الآب والابن والروح القدس